بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هنعمل مع بعض يا جماعة ان شاء الله سيمبل جيس باسورد كده، وهتكون اخر درس للتطبيق على الوايل، لكن مش اخر فكرة في الوايل. مع التقدم في الكورس باذن الله وكل حاجة نتعلمها ندمجهم كلهم مع بعض في تطبيق واحد، وكمان هيكون في تريننج في الدرس ده على الحاجات اللي فاتت. دلوقتي انا الشخص دخل كتب الباسورد بتاعته وطلعت غلط، فانا عايز اديله عدد محاولات يجرب فيها الباسورد، وبعد كده يقول له ان انت مش هينفع تكتب تاني. هعمل عدد المحاولات الأول بيساوي 4، دي عدد المحاولات اللي الشخص هيكتبها عشان يوصل للباسورد بتاعته. عندي المين باسورد هتساوي الباسورد الصحيحة بتاعتي أسامة at 123 مثلا. عندي الانبوت باسورد هتكون الباسورد اللي الشخص هيكتبها في الانبوت، وهقول له write your password بالشكل ده. طيب جميل جدا الكلام ده وزي الفل ومفيهوش مشكلة خالص. جه الشخص كتب الباسورد بتاعته دلوقتي في الانبوت، عايز بقى استعمل الوايل لوب عشان ابدا اشيك عليها. هقول له لو الانبوت باسورد اللي الشخص كتبها not equal to المين باسورد، ايه اللي هيحصل؟ واحده واحده معايا كده بالمنطق. الشخص كتب باسورد x1، x1 دي not equal المين باسورد بتاعتنا، الاكس 1 مش هي الباسورد بتاعته، فبديهيا كده اول حاجه هنعملها ننقص عدد المحاولات. عدد المحاولات المطلوب ان هو يكتب فيها الباسورد 4 مرات هنقصها 1. tries ناقص يساوي 1 اللي هي مين يا شباب؟ اللي هي tries بتساوي tries ناقص 1. تمام؟ حلو قوي. قللنا عدد المحاولات، وبعدين هنطبع له رساله هتقول له wrong password، الباسورد غلط. بس كده؟ لا، ده احنا ممكن كمان نكتب له عدد المحاولات. ليه لا؟ هقول له wrong password وهكتب له هنا عدد المحاولات الباقيه، واكتب له بعدها كلمه chances left أو تشانس مثلا، أي حاجة مفيش مشكلة. طيب كده إيه اللي هيحصل؟ عدد المحاولات هينقص 1، هيطلع له رسالة يقول له wrong password فاضل لك كذا تشانس مثلا. حلو قوي الكلام ده. وبعدين تروح حاطط له الانبوت تاني عشان يجرب يكتب الباسورد تاني، وبعدين بس كده خلاص شكرا. حلو، أدي الرن. الباسورد غلط، wrong password 3 chance left chances يعني إيه؟ 2 صفر تشانس، مفيش تاني خلاص، اول ما اكتب دي اخر واحدة. ايه اللي حصل؟ -1. الله، كده مشكلة. -1 ازاي؟ انا مش عايزه يجي عند -1 ويكمل، او عند صفر ويكمل، لا انا عايزه يجي في حتة معينة لما اوصل للصفر يبقى خلاص. طب انت مش محدد له اي حاجة في الوايل انه لما يوصل للصفر يعمل كده، فنعمل ايه؟ نبدأ احنا نتشيك بنفسنا الكلام ده. هقول له لو tries equal to 0 هعمل ايه يا شباب؟ break، هبريك اللوب. تقدر عن طريق جملة البريك أو كلمة البريك، وفي عندنا حاجة اسمها continue pass وحاجات كتيرة نتعلمها بإذن الله، تقدر توقف اللوب في النص، أنت بنفسك تبريك اللوب، تفرمل اللوب. طب أنا ليه عملت بريك هنا؟ عشان في كونديشن معين أنا عايز أوصل له وأوقف اللوب. حلو قوي الكلام ده. أي حاجة بعد البريك هنا مش هتتبع. أو كتبت لك هنا will not print، الجملة دي مش هتتبع. طب إيه اللي هيحصل؟ تعال نشوف مع بعض. إيه اللي حصل؟ مفيش، خلص الموضوع. طيب ممكن بقى تقول له لو tries وصلت صفر هتقول له هنا print انه مثلا all tries is finished مثلا. اي كلام فاضي، مش بنركز احنا يا جماعه في الكلام. هادي ايه all tries is finished، خلاص مفيش تاني، مفيش input، كان فيه وخلص، مش هتقدر تكتب تاني، وعملت break للloop. حلو قوي الكلام ده. طيب دلوقتي هناخد تطبيق ظريف جدا عن حاجتين. اول حاجه الترنري اف اللي هي الاف المختصره، وتاني حاجه عن الفرق بين لما اكتب جمله جوه اللوب بتاعي على طول وبينها وبين الالس، ودي اهم حاجه انا محتاجك تتعلمها بصراحه. طيب ايه رايكم يا شباب لو جينا هنا خليت ان اخر محاوله لما تكون صفر ما يكتبش صفر، ويقول لي ان دي لاست تشانس؟ ايه رايكم في الحركه دي؟ حلوه جدا. طيب اعمل ايه هنا؟ هنا يا جماعه الاف كونديشن اللي احنا اتعلمناها فاكرينها، اللي احنا عملنا بيها بتاع الموفي، This movie is not good for you if your age أكبر من كذا else the movie is good for you. فاكرين الدرس ده؟ ببساطة شديدة هنعمل ايه؟ هتكتب له هنا كلمة last. كلمة last دي هتطلع امتى؟ if tries equal to zero. عسل قوي. لو tries وصلت zero هيطبع لي بدلها كلمة last، مش هيطبع كلمة، مش هيطبع الرقم، يعني مش هيطبع كلمة tries. tries دي variable، لو وصل للصفر مش هيطبعه، هيطبع كلمة last. طب لو هو مش صفر، ما هو ممكن ما يكونش صفر، ممكن يبقى 4 3 2 وعمال ينزل. لو هو مش صفر اطبعه هو بس، موضوع بسيط وهايف جدا. عندك فاريبل اسمه ترايز،
بتقول له لو الترايز ده بيساوي صفر اطبع لي كلمة لاست بداله. طب لو مش بيساوي صفر، 1 2 3 4 5، اطبع لي الترايز نفسها. فهنا هيعمل ايه؟ كل ما هو فوق الصفر هيطبع لك الرقم، اول ما يوصل للصفر يطبع لك بداله كلمة لاست. تعال نشوف مع بعض. ادي الباسورد 3 2 1 last chance lift. طبعا هنا نفس الفكرة بس زود لي كلمة last، فبقت طبعا اظرف شوية عشان تنبه الشخص ان دي اخر محاولة لي. طيب حط المحاولة، كتب لي all tries is finished. طيب الحمد لله وجميل جدا الكلام ده وزي الفل. وعايزين بقى نعرف الفرق بين اني احط جملة loop، جملة هنا في اللوب بالشكل ده، وبين اني استعمل else، مع ان شرحناها في درس اللوب بس هناخد مثال عليه. loop is done دي معناها ايه؟ بص انا فين؟ انا جوه الوايل هنا. اي حاجة هتخلي اللوب ينتهي مهما كانت هيطلع لك كلمة loop is done. من الاخر هي loop is done، اللوب انتهى. انتهى ازاي؟ تعال نشوف مع بعض. ممكن ينتهي بان انا استخدم المحاولات كلها الغلط، شايفين؟ انتهى اللوب. البريك ده عمل ايه؟ بريك فارمل اللوب، بس ما لغاهوش من الحياة، فارمله. فارمله يعني اللوب انتهى، فكتب لك loop is done. طب ممكن يا شباب ان انا اكتب الباسورد صح، مثلا اهو سامة 123 كده، برضو اللوب انتهى. لو كتبت الباسورد صح برضو اللوب انتهى. الفرق بينها بقى وبين الالس حاجة مختلفة تماما. الالس بيعمل ايه؟ الالس عكس الكونديشن المكتوب هنا. الكونديشن ده يا شباب ترو، طول ما هو ترو ايه اللي هيحصل؟ اللي في الالس ده مش هيطلع مهما حصل. ليه؟ طول ما انت بتكتب الانبوت باسورد نوت ايكوال للمين باسورد هيفضل الكود ده يتنفذ. طول ما انت بتكتب الباسورد غلط هيفضل الكود ده يتنفذ. لكن لو انت عكست الكونديشن ده وخليته فولس، يعني انت كتبت الباسورد بقى المره دي صح، هيطلع لك اللي في الالس ده بقى. طب لو طلع لي بقى اللي في الالس هقول له loop is done؟ لا، هقول له correct password. كده خلاص، كده اللي في الالس هو اللي اتنفذ. تعالوا مع بعض نشوف. run اهو. اول حاجه هنجرب التجربه الاولى ان الباسوردز كلها تكون غلط. بصوا all tries is finished، مفيش حاجه في اللوب هتطبع، في الالس، الالس مش هتطبع. تعالوا بقى نجرب نكتب الباسورد صح. اسامه at 123 قال لي ايه؟ correct password، عشان الكونديشن اللي هنا ده بعد ما كان ترو بقى فولس. بتقول له الانبوت باسورد لا تساوي المين باسورد، يقول لك لا دي بتساويها، الشخص كتبها فعلا صح. كده يا جماعه اتدربنا الحمد لله على اللي فات وعلى اخر درس في الوايل. يا رب يا جماعه الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم. اشوفكم ان شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم.